المتابعة. ينضم إلينا مراسلة الغد من بيروت ليلى خليل ومن باريس علاء الدين صلال. أهلا بكما. أبدأ معك علاء الدين، بداية ما الأسباب التي دفعت القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان؟ نعم نعم حازم، يمكن القول بأن هذه المذكرة أو هذا القرار الذي أصدرته القاضية الفرنسية هو يعود بسبب غياب رياض سلامة أو عدم استلامه للمذكرات التي تم إبلاغه بها خلال الأسبوع الماضي. 4 أيام متتالية كانت يجب أن تصله تبليغات، لكن عناصر الأمن الذين كانوا يقومون بإبلاغه لم يجدوه، وبالتالي هو لم يتسلم أي مذكرة تبليغ. قاضية التحقيق الفرنسية كانت منذ مطلع أبريل الماضي كانت قد طالبت رياض سلامة بالمثول أمامها في 16 أو اليوم بالتحديد في المحكمة وفي باريس. كان من المقرر أن تنعقد هذه الجلسة في تمام 9 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن بسبب تغيب رياض سلامة وعدم استلامه لمذكرات التبليغ أجبر القاضية الفرنسية على توجيه هذه التهمة وأيضا مذكرة الاعتقال، ليس فقط على في لبنان وإنما مذكرة اعتقال دولية. وبالتالي اليوم رياض سلامة بات من الممكن أن القول بأنه بات يمكن اعتقاله في أي بلد تتبع للنظام الانتربول الدولي. أيضا من جانبها أو المدعون الفرنسيون كانوا بالأساس كانوا قد حددوا هذه الجلسة كما ذكرت صباح اليوم، لكن بحسب وثائق المحكمة أيضا كان هنالك إرجاء لمحكمة أو للنظر في مدى تطبيق العقوبات على أو مصادرة أملاك رياض سلامة في الاتحاد الأوروبي. كان من المقرر أيضا أن تكون هنالك نظرة لهذه المحكمة في 23 من الشهر الجاري، لكن أيضا بسبب تغيب رياض سلامة وأيضا تقديم الطعون من قبل المحامين المختصين في هذه القضية الذين أوكلهم رياض سلامة دفع بالادعاء الفرنسي لاتخاذ هذا القرار. وأيضا من جانبه كما ذكرت في المقدمة رياض سلامة كان قد طالب بأنه يجب الطعن في هذه المذكرة أو مذكرة الإيقاف التي صدرت عن القضية الفرنسية، وكان هو والمحامون الخاصون به. نعم سأخذ تعليق حاكم مصرف لبنان على هذا القرار من القاضية الفرنسية. من مراسلتنا من بيروت ليلى خليل، إليك ليلى. نعم حازم، سريعا أصدر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان هذا البيان الذي قال فيه أو قال أن هذه القاضية تقوم بالكيل بمكيالين وأنها تخرق القوانين الفرنسية والدولية، وهذا يعني أنه يريد أن يقول للقاضية أنه لم يتسلم أي مذكرة استجواب، وكيف لها أن تصدر حكم أو مذكرة توقيف بحقه وهو لم يستلم أي مذكرة لحضور الاستجواب، أي أنها أي أن المسار القانوني لم يكتمل، فكيف بها أن تقوم بإصدار مذكرة التوقيف بحقه. الأهم اليوم ليس فقط البيان الصادر عن رياض سلامة وليس فقط القرار الصادر عن القاضية أوتبوريزي، إنما كيف سيتصرف القضاء اللبناني. القضاء اللبناني مجبر حازم، القضاء اللبناني عليه أن ينفذ التوقيف، توقيف رياض سلامة وتسليمه إلى الانتربول أو القضاء الفرنسي. قد يقول القضاء اللبناني أنه لن يلتزم بهذه المذكرة، يستطيع أن يقول ذلك، هناك مواد بالقانون اللبناني تتيح للقضاء أن لا يلتزم بهذه المذكرة، وأن يقول نحن نجري تحقيقا في لبنان ورياض سلامة هو مواطن لبناني، وعندما ينتهي هذا التحقيق اللبناني نحن نتصرف معه على هذا الأساس. ولكن من تحدثت إليهم من القانونيين الذين يتابعون هذه القضية يقولون بأنه لا مجال للتلكؤ أو للتمييع، يجب على القضاء اللبناني أن يلتزم بهذه المذكرة، لأنه حاكم مصرف لبنان هو ليس شخصية عادية، هو حاكم المصرف المركزي، تواقيعه موجودة على غالبية التعاميم، كل التعاميم المالية والوزارات وإلى ما هنالك من أموال تصرف أو تعطى للدولة اللبنانية، ولذلك يجب على
القضاء اللبناني أن ينفذ هذه المذكرة. إذا ما قلنا أنه هذا الأمر غير متوقع أو مفاجئ، بالطبع لا، هو لم يكن مفاجئا حازم، هذا القرار كان متوقعا، وخصوصا أولئك الذين يتابعون هذه القضية. ونذكر بأن القاضية الفرنسية أود بوروزي كانت موجودة في لبنان مرتين عندما قامت بمجموعة من التحقيقات، هي ومجموعة من المحققين الأوروبيين، واستجوبوا في الأشهر الماضية أو الأسابيع الماضية، استجوبوا شقيق حاكم مصر في لبنان، وكذلك الأمر استجوبوا مدراء مصارف ومعاونة ومساعدة حاكم مصر في لبنان. ولذلك الأمر أو المسار القانوني هذا كان هو المتوقع، أن يتم الوصول إلى توقيف أو إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة. نعم ليلى، يعني الآن يمكن القول أنه حاكم مصرف لبنان لا يستطيع مغادرة لبنان، وماذا تقول الأوساط القانونية من ردود فعل وتوقعات حول تعامل القضاء اللبناني مع هذه الأزمة لأول مرة ربما في التاريخ اللبناني؟ صحيح، إذا ما أراد رياض سلامة أن يسافر أو يتنقل من دولة إلى دولة، إذا ما كانت هذه الدولة وقعت اتفاقيات تعاون مع فرنسا، أو هذه دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بطبيعة الحال سيتم توقيفه من الانتربول، لأنه هذه مذكرة فرنسية ولكنها تم تعميمها على دوليا، أي مذكرة توقيف من الانتربول أو سينفذها الانتربول. ولكن إذا سافر إلى دولة أخرى لا يوجد لديها أي تعاون مع فرنسا، قد لا يتم توقيف رياض سلامة. أما قانونيا الكرة الآن في ملعب القضاء اللبناني حازم. القضاء اللبناني ليس لديه اليوم أي خيار، إما الالتزام وتنفيذ هذه المذكرة، وأما القول نحن لا نريد تنفيذ هذه المذكرة، وهذا يعني أنه سيكون هناك تبعات أخرى على القضاء اللبناني بحال لا يريد تنفيذ هذه المذكرة. أشكرك جزيل الشكر من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل، ومن باريس كان معنا علاء الدين صلال، شكرا جزيلا لكما.